عندي بس هاخد بعض الصحف عشان عندي الأهرام العربي، لو أخدتها بتتكلم عن صنعاء، والملف تقريبا كله عن الحوثيين يغرقون في دماء صالح، وكله بيتكلم عن صنعاء. وطبعا هي المجلة أصلا بتخلص يوم الخميس، فيمكن ما غطوش بصورة أساسية الموضوع بتاع القدس، لكن أعتقد الأسبوع الجاي باعتبار إنها مجلة عربية هتهتم كثيرا بموضوع القدس. صنعاء لن يطول السفر، أستاذ جمال الكشك كاتب مقاله اللي هو رئيس التحرير في هذا الإطار، صنعاء لن يطول السفر. وزي ما قلت حضراتكم في ملف جوه خاص بصنعاء وما حدث بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح. زميلنا الأستاذ مهدي مصطفى كاتب ذاكرة لعدم النسيان، علي عبد الله صالح سيكون بداية لنهاية المنتصرين الفخورين في اليمن وفي طهران وفي غيرها من العواصم التي رتبت كل شيء في نصف القرن الأخير. لا تفرحوا، فالتاريخ يقول دائما إن الدم ينتصر على السيف وإنا لمنتصرون. ده الأستاذ مهدي مصطفى. أيمن سمير كاتب عن متاهة اليمن بعد رحيل رجل المتناقضات، سيناريوهات مظلمة للبلد الذي كان سعيدا. والقبائل أقوى من السلطة، ده حيدر أبو بكر العطاس الرئيس اليمني الأسبق في حوار أعده ونشره زميلنا الأستاذ محمد زكي، وتصويره الأستاذ عماد عبد الهادي، وشارك في الحوار جمال الكشكي ومهدي مصطفى وهاني بدر الدين ومحمد عيسى وأيمن سمير. ده اللي بقول لحضراتكم عليه. عندكم يا شباب ده ولا مش عندكم؟ القبائل أقوى من السلطة، ولولا عاصفة الحزم لسيطرت إيران على اليمن وتحكمت في مضيق هرمز وهددت الملاحة في البحر الأحمر وأقامت قواعد عسكرية. الوحدة في بين الشمال والجنوب عقدت أوضاع اليمن و ده مستقبل اليمن موحد، ولكن الفترة ده زي قدام حضراتكم كده، ده ملف في هذا الإطار. والأستاذ أو حيدر أبو بكر العطاس الرئيس اليمني الأسبق كان بيتكلم في هذا الإطار. عندي الكلمة الأستاذ هشام جاد، النصب باليورو على وزارة الصناعة، الوثائق الممنوعة من النشر، مخلفات جسيمة في مركز تصميمات الموضة، تحرك صناعة الملابس، مستحقات الخبراء الإيطاليين اتسرقت، و11 ألف يورو لكل موظف حبر على ورق، أزمة جديدة تصب على رأس الغلابة، حلم العلاج الشامل للمصريين مهدد بالفشل، والحكومة تواجه محاكمات برلمانية أمام النواب حول إهدار المال العام ومقتل صالح وخطر الحوثيين. ده صحيفة الكلمة للأستاذ هشام جاد قدام حضراتكم. صوت الأزهر أقوى من التفكير، الإمام الأكبر على الخوارج بيقول أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ماذا بعد خطاب شيخ الأزهر الحاسم في روضة الشهداء. وتوني بلير بيقول جهود الأزهر في مواجهة التطرف مهمة للعالم كله، ودكتور شبان بيقول تراثنا بريء من أعمال المتطرفين. الأهالي التجمع يدعو للتصدي لمؤامرة أمريكية إسرائيلية لتصفية قضية فلسطين، 15 ألف قضية فساد في المحليات والفاتورة 2 مليار جنيه، صفقة القرن عنوان التصفية النهائية للقضية الفلسطينية من وجهة نظر الأهالي، التجار يتحكمون في الأسواق والأسعار تواصل ارتفاعها، أستاذة نجوى إبراهيم بتتكلم في هذا الإطار، والحكومة غائبة ومؤتمر جماهير ضد الإرهاب ودعم الدولة قريبا. فيتو الاسبوع اللي فات لان انا ما ناخدهاش، يعني ما بكونش يوم الاثنين شغالين، لكن ننشر تفاصيل النماذج الجديده لامتحانات الثانويه العامه، حقيقه زواج ياسمين صبري من احد اباطره احد السعوديين، يعني ست ملفات على مكتب الخطيب واسرار عوده مطاريد الاهلي. انا بس عشان ذكرت ده، هو التقرير بتاع ياسمين صبري الله اعلم مدى صحته ايه، بس على عهده الفيتو بيقول انه هي تزوجت راجل سعودي، لكن من ضمن الناس اللي بيتم التحقيق معاهم في تهم فساد. ده الاستاذ خالد شاهين بيقول خسرت زوجتها الاولى ولا تعلم مصير زوجها الثاني. ده الكلام اللي كاتبه الاستاذ خالد شاهين في صحيفه الفيتو في هذا الاطار. عندي بكره كانت في اهل مصر يا شباب، عندكم مش عندكم في صحيفة اهل مصر تشوفوها كده بقولوا لي عليها لان الناس بعتوها. بكرة الاهرام عواصم العالم تهتف، القدس عربية شاهدان و300 جريح فلسطيني ومظاهرات حشيدة في جمعة الغضب، مصر تتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين، وشيخ الازهر يرفض لقاء نائب الرئيس الامريكي، من بولفر الى ترامب قرن ووعدان مشؤومان،
لافروف بيقول لوزير الخارجيه الروسي بيقول الخطوه الامريكيه تخالف المنطق السليم. استفزاز اسرائيلي باعلان بناء 14,000 وحده استيطانيه جديده في المدينه المقدسه، والامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي القرار يثير مشاعر المسلمين. والسيسي في افتتاح منتدى افريقيا 2017، مصر ستظل داعمه لقضايا القاره وشريكها في وشريكا في التنميه. ده المؤتمر بتاع افريقيا اللي افتتح النهارده. اليوم السابع، مذابح اسرائيليه في القدس برعايه ترامب، شهيدان ومئات الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. ومظاهرات الغضب في عواصم العالم تهاجم تل ابيب وامريكا. مصر تنتفض دفاعا عن عروبه القدس، والمتظاهرون يحرقون علم اسرائيل. واجهزه الامن تحبط، استاذ محمود عبد الراضي تحبط مخططا لاثاره الفوضى. ضبط خليه اخوانيه خططت لاستهداف المؤسسات والعثور على كرات اسمنت ومسامير لارباك المرور. والداخليه بتقول الحركه تدعى غلابة وتستغل أزمة القدس لحرق الشوارع. 9 مليارات دولار استثمارات مصرية في أفريقيا. الدستور الغضب كل اللي نقدر عليه، أو كل ما نقدر عليه. الدستور الألاف في القاهرة وغزة والضفة الغربية، القدس عربية، الرئيس الأمريكي يعد خطة سلام ترضي الفلسطينيين، تطويق الغضب، ووزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم، والسيسي في أفريقيا 2017، أهلا بكم مستثمرين. الحقيقه في كلام جوه في هذا الاطار، انطلاق الانتفاضه الثالثه في فلسطين لحمايه القدس، وثيقه بتوقيع الطيب القدس العربيه قبل ظهور اليهوديه ب 2700 سنه وبناها العرب اليوبيسيون من 6000 سنه، والوجود العبراني اللي هو العبري بيها جاء بعد 30 قرنا. المدينه حرم مقدس اسلامي مسيحي بحوالي التهودة، خط احمر والجهاد هو الحل. ده صحيفه الدستور في هذا الاطار. صحيفه الشروق بكره جمعه غضب ضد وعد ترامب، 27,000 مصلي في الأقصى وشهيدان ومئات المصابين في اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة وتظاهرات في الأزهر والمحافظات وإجراءات أمنية مشددة بالتحرير واحتجاجات عربية وإسلامية. وتيلرسون بيقول نقل سفارتنا يستغرق أكثر من عامين. متفخرين هم. المصري اليوم، انتفاضة الأقصى تنطلق، السيسي أمام أفريقيا 2017، التنمية تحتاج إرادة قاطعة، نوبل إنرجي تدرس المشاركة في نقل الغاز القبرصي إلى مصر، محافظة شمال سيناء ومسؤولون بالنواب يصلون الجمعة بالروضة، المدينة اللي أو القرية اللي كان فيها حالة إرهاب فظيعة جدا الجمعة اللي فاتت، لا اللي قبلها. مصر تغضب للقدس، الوفد مظاهرات حاشدة في الأزهر والمحافظات احتجاجا على تهويد العاصمة المقدسة والانقسامات العربية وجريمة تهويد القدس. الأستاذ وجد زين الدين رئيس التحرير بيتكلم في هذا الإطار، وتوقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي في هذا الأمر. عندي بس مجموعة مقالات هقولها لحضراتكم كده بسرعة. عندي الأستاذ عباس الطرابيلي بيقول القدس ماذا بعد، وبيتكلم عن القدس في صحيفة الوفد. الغضب وحده لن يعود القدس، الأستاذ خالد سيد أحمد في صحيفة الشروق. ترامب ينتخب داعش في القدس، ده الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق. قاطع الفياجرا الأمريكية، حيلة العجز جنسيا حبت فياجرا أمريكية، وحيلة العجز سياسيا حملت مقاطعة الفياجرا الأمريكية. مقاطعة الأدوية الأمريكية حملة بلا عقل. الصيدلية المصرية الأمريكية المنشأ، عندما تملك حق إنتاج الدواء تحدث عن مقاطعة الدواء، عندما تخترع الدواء مصريا وتستثمر المليارات في أبحاثه أخطب فينا بمقاطعة الدواء الأمريكي. لا تفترض فينا الغباء، ولا تهتبل حزنا على القدس الضائعة بين أيدينا، ولا تستحل غضبنا وتنادي فينا بمقاطعة الدواء الأمريكي. يبقى أنت تعرف وانت تعلم بانك مش عارف ايه كده، واخشى انك لا تقدر عاقبه حملتك الموهومه المتوهمه تتوق للعب دور سياسي. اهلا، ولكن حذاري ان تقامر بحياه المرضى في شو سياسي صاخب. لا فض فوق نقيب الصيادله الدكتور محي عبيد قرر هكذا في فوره حماس مقدسه المناداه بحمله المقاطعه الادويه الامريكيه وحصر الادويه الامريكيه لمقاطعتها. طيب يعني الاستاذ حمدي رزق ضد مقاطعه الدواء الامريكي. حتى المقاطعه لم تعد جد، الاستاذ عباس الطرابيلي في المصري اليوم قبله حياه للارهاب، الاستاذ احمد الصاوي عابر سبيل في المصري اليوم، ترامب والقدس والمسيح الدجال الدكتور عمرو الزند في المصري اليوم، وين الملايين بيتكلم الاستاذ حمدي، الاستاذ محمد امين بيتكلم عن راهن ترامب على تغيير البروفيلات فقط، وراهن نتنياهو على حرق علم اسرائيل، وشكرا فلا تجعلوا رهاننا صحيحا. عندي بعض المقالات كانت موجوده بصوره سريعه كده للاستاذ هاني لبيب على القدس رايحين بالملايين، وده واحد من المقالات المهمه جدا. متى يتوقف جهاد الفضائيات لمن ينتمون زورا وبهتانا للمؤسسه الدينيه؟ متى تتوقفون عن تحميل مصر فاتوره اخطاء غيرها؟ الا يكفي ما تحملته مصر بشعبها واقتصادها لسنوات طويله؟ وعندي ايضا استاذه حنان مفيد فوزي ابن المقفع الذي انفقع منهم،
بيقول فيا صاحب، بتقول فيا صاحب كليلة ودمنا، فلتحمد الله على انتقالك إلى رفيق الأعلى قبل أن تنفقع منهم. فبعد 1200 عام لم يعد في العرب شيء مما ذكرت، فقد هجروا الصحراء النقية والليالي القمرية وتطولوا في البنيان وعاشوا حياة طرف وتخمة. لم يعد وقتهم يسمح بالتأمل لفرط انخراطهم في الرفاهيات الدنيوية. لم يعد لديهم فكر سديد ولا عقل مجيد ولا صنعة تغنيهم عن سؤال الأمم. يستوردون ولا يصدرون، يستهلكون ولا ينتجون، من الآخر يبرطعون في الغيط ولا يحاسبون. فتحولت مكارم الأخلاق من فطرة إلى ديكور مظهري، وانقلبت الشجاعة إلى تخاذل، والعزة إلى تواكل، والنخوة إلى تراجع، والفتحة على العنطرة الذي لم يعد شدادا بعد ما أصبح كيوت. والله حكاية كيوت دي والله تخيلوا بقى، عنطرة بقى كيوت، عنطرة بقى كيوت. هاخد فاصل، كان عندنا مشكلة احنا كنا تناولناها قبل كده لكن محتاجة نلقي الضوء عليها شوية. مدرسة الأبطال في الشروق، هناك طفل مات بسبب الإهمال، والدته معانا وبعض الشهود اللي عاين تاني في هذا الإطار، هنشوفها بعد الفاصل.